رجال الأعمال طبعا دول إخواتنا، طبعا هما في غنى إن أنا أقول لهم نصيحة، لكن أنا بقول لهم رسالة فعلا، إن هما يا ريت نخلي بالنا شوية من العمال، وكل ما ندي العمال مزايا وحقوق كل ده ما هيعود علينا إحنا كأصحاب أعمال بالنفع، وهيزود الإنتاج جوه المنشأة. فبالتالي العمال أمانة في رقبتكم، وعلى قد ما هتدوهم هيدوكوا، وربنا يوفقكم إن شاء الله. أستاذ الوزير، التربية والتعليم والتعليم العالي. يعني هو طبعا يعني إحنا مش هنقول بقى رسالة، إحنا بنقول إن إحنا كحكومة عندنا الهم الكبير كله إن إحنا نريح الناس ونساعدها على قد ما هنقدر، ونسهل لهم الحياه، لان الشعب المصري شعب عظيم ومحتاج مننا ان احنا نبذل كل جهودنا لخدمته. فده اللي انا اقدر اقوله.